سيؤتى بك. لو كنت مزعا ممزقة في حواصل الطير ومعدات السباع، سيؤتى بك من فجاج الأرض عائدا لربك، لتكون بروحك وجسدك بين يدي مولاك. فالبدار البدار الآن الآن، قبل أن تقول رب ارجعون فيقال لك كلا، كنت هاهنا والفرصة متاحة فلا تضيعها، فإنها إن ضاعت فلن تجدها. والمرء عرضة للمرض المقعد الذي يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ للصلاة إلا بمعونة غيره، فيكون مستطيعا بغيره لا مستطيعا بنفسه. المرض واقع لا محالة، والضعف قادم لا محالة، والسن تعلو علوها في السنين حتى يصيب الإنسان ما يصيبه من العلل والمرض والبلاء المخيف. فالآن في صحتك فبادر، وفي شبابك فمن الهم والغم الذي يأتي بعد حاذر، واتق الله ربك في نفسك فأنت عليها أمين وأنت عليها مستأمن ومستخلف. فاتق الله رب العالمين، تعلم عقيدتك فإنه لا نجاة إلا بها، تعلم عقيدتك فإنه لا فلاح ولا نجاح لك إلا بها. لا تكن كما وصف الواصفون في أحوالهم، فإنهم يكون الواحد منهم جيفة بالليل حمارا بالنهار. يضع أحدهم كما قال الحسن البصري رحمه الله، يجعل الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، بارع هو علامة في أمور الدنيا، ولا حرج أن يكون، ولكن أين الموازنة بين هذين الأمرين، بين الدنيا والآخرة؟ علامة هو يضع الدرهم كما كان قديما، يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، ولا يحسن يستنجي. شيء معيب، معيب جدا أن تكون مسلما بالنبي محبا وأنت بدينك جاهل. تعلمه، ولا تتعلمه إلا من حيث يجب أن تتعلمه،